علاقة رجل الكلب مع برج الفارة، هذه العلاقة بيها نوع من الصعوبة لفهلوية الفارة، أقدر أسميها وصوليتها من جانب آخر. إنسان الفارة إنسان وصولية، هذه المفاهيم اللي لها علاقة بالنفعية والوصولية هذه ممكن، والاحتيال ممكن أن تجرح الرجل الكلب. ما يقدر هذا الإنسان، خلق لعالم، خلق لكي يغير العالم من هذه الأمور، فبالتالي ما راح يتقبل هذه الشخصية بسهولة. هذه العلاقة لا، فيها توترات.